معانا الكرم. يا صباح السعادة والخير والهنا وكل حاجة حلوة يا رب في الدنيا دايما يلي معانا ويلي بيتابعنا وصاحي بدري عشان 10 الصبح في الأهلي تحديدا. النهاردة أنا هكون مع حضراتكم نهاند سري، وكريم للأسف الشديد هو مش هيكون معانا النهاردة، لكن إن شاء الله هيعود معانا مرة تانية ابتداء من الحد الجاي وبداية الأسبوع الجديد. على كل حال النهاردة برضو هيكون معانا أخبار كتيرة جدا، ومعانا برضو فقرات مهمة للغاية، وعندنا ماتشات مهمة، وعايزين نعرف كده الأهلي ومستواه والتحديات اللي جاية ووضعنا عامل ازاي وما يقال على السوشيال ميديا والترندات والتصريحات، كل ده هنناقشه بس في الفقره الاولى مع كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق. الفقره الثانيه زي ما حضراتكم متعودين معانا احنا بنحب نبدا الاسبوع ونختم الاسبوع مع فقره طبيه بتكون في غايه الاهميه، وموضوع الحلقه النهارده هنتكلم فيه مع دكتور دينا ابو السعود عن تكوين وتقويه العظام. كلنا بنعاني يعني للاسف الشديد كمان مؤخرا ما بقاش في سن معين هو اللي بيعاني من مشكله في العظام، تلاقي شباب صغير وتلاقي والله اطفال كمان عندهم مشاكل في العظام، فحاجه مش مألوفه. زمان كنا بنشوف الناس اللي هي كبيره في السن، جدودنا اهالينا الناس زي كده هم اللي عندهم مثلا مشاكل في الظهر في العظام في غيره، للاسف الشديد الاجيال الجديده دي بقت تعاني حتى في السن الصغير، فاعتقد ملف في غايه الاهميه. على كل حال عايز ادخل على طول بقى مع حضراتكم في الموضوع وخلاص، لان احنا بنتكلم في 48 ساعه تقريبا على مباراه يعني زي ما بيسميها البعض كده، امبارح قريت العنوان ده الناس مسمينها مباراه عنق الزجاجه، فعلا ممكن تكون كده فعلا في المشوار طبعا الافريقي للاهلي الموسم الحالي اللي بنشاهده والموسم المختلف. خلينا برضو نقول يعني توقعات مفيش، ان انت تقول مثلا مستوى معين لفرقه معينه مش موجوده، مفيش اي حاجه ممكن ان انت تتكهن بيها وتطلع صح، الارض او اللعب على الارض مختلف تماما، بيورينا حاجات كده زي ما بيتقال عليها مفاجآت. هنلعب على كل حال مع المريخ السوداني مباراه طبعا في الجوله الخامسه يوم الجمعه باذن الله تحت شعار لا بديل اكيد عن الفوز من اجل التاهل والصعود، يعني لان اي نتيجه بتهيألي تانية غير الفوز ما اعتقدش ان هي ممكن تكون يعني جيدة، وممكن يكون للأسف الشديد عواقبها كمان وخيمة جدا على مشوار الفريق، وإحنا مش عايزين ده أبدا في الموسم الحالي. طيب ليه احنا بنأكد وبنتكلم في النقطة دي وبنحذر، وبصراحة هنحذر كمان بصوت عالي، لأن التارجت الحقيقي للنادي الأهلي واللي احنا كلنا بنأمله على كمان فكرة هنا مدار التاريخ ان هو يكون في منصات التتويج، حتى لو هنتكلم ان ده يعني ما حصلش على الاقل احنا يكون الاهلي في النهائيات، يعني احنا لو ده ما حصلش عايزين نكون في النهائيات بشكل كمان مستمر. يعني انا ماليش علاقه برضو خلينا نتكلم ومنتهى الصراحه، ماليش علاقه بغيري، ما حدش يقول لي مثلا في فرق مش بتوصل للدور اصلا ربع النهائي وبتقعد سنه واثنين وثلاثه واربعه، انا ماليش دعوه، انا لما اجي اتكلم بتكلم عن نفسي، انا فريق الاهلي، اعتقد ان انا بالتاريخ بتاعي يثبت لي او يحق لي ان انا اقول انا مالك القاره، وعلى مدار التاريخ الحديث لو هنتكلم يعني بنتكلم بنسبه الارقام القياسيه كمان، فدي حاجه بتثبت كلامنا مش مجرد شعارات. ولو رجعنا كمان اعتقد لاكثر من نسخه تحديدا في دوري ابطال افريقيا هتلاقي ان عندك كمان مساله فكره هنا الصعود اول او ثاني اصلا المجموعه مش بتفرق ابدا في منافسه الفريق على البطوله والفوز بيها. طيب هل حصلت قبل كده؟ حصلت قبل كده فعلا، بدل المره اثنين وثلاثه كان اخرهم الموسم اللي فات لحضراتكم فاكرين لما صعدنا خلف سيمبا التنزاني واخذنا البطوله، والموسم كمان اللي قبله لما صعدنا خلف النجم طبعا الساحلي وكانت مباراه قويه جدا وبرده اخذنا البطوله. ف موضوع التأهل ده اعتقد كتاني المجموعة ما بيهمش ابدا، لكن المهم دلوقتي نفكر في مسألة هنا التأهل، لان الوقت اعتقد زي ما حضراتكم عارفين وكلنا عارفين مضغوط جدا، الامور صعبة جدا تقريبا كده. لو هنتكلم برضو لعيبة الاهلي بقالها مش موسم، لا بقالها موسمين كاملين يعني ما اخدوش اي فترة راحة كافية، يعني بياخدوا يوم اتنين تلاتة، لكن بتكلم عن فترة راحة كافية تقدر ان انت تعمل ريفرش لنفسك، لا ده ما حصلش، خصوصا طبعا لو هنتكلم عن اللاعبين الدوليين. فربنا يسهلها ويعديها ان شاء الله الفترة المضغوطة دي على خير، ونقدر ان احنا نحقق ما يليق حقيقي باسم وجماهير النادي الاهلي. طيب في حاجة برضو عايزة اقولها لحضراتكم، واعتقد هو امر في منتهى الخطورة، عشان كده عايزين تاني الفترة الحالية أعتقد هي فترة جمع النقاط، لأن الموضوع ده أو خليني أتكلم بمنتهى الصراحة برضو احنا عارفين او بيفرق معانا جدا فكره ان انت تعمل اداء رائع على الملعب وفي نفس الوقت تبقى نتيجه مشرفه، ولكن لو تسمحوا لي انا هيبقى ليا راي مختلف شويه. لو هنيجي نتكلم احنا ممكن ان احنا الفتره دي لا ننتظر الاداء يعني الافضل
او اللي احنا واخدين عليه، لان احنا عايزين او خلينا نقول مثلا بنفس المستوى اللي احنا نعرفه، لان في ظروف في عوامل كتيره جدا ممكن ان هي تخلي اصلا شكل الفريق اقل من المستوى المطلوب. يعني انت لازم تبقى برضو وانت بتطلب من الفريق بتاعك او الفريق اللي انت بتشجعه مطالب معينه او مستوى معين او حاجه تليق بالوضع اللي انت عارفه عنه والتاريخ اللي هو بيحمله، ده شيء يعني مشروع جدا. ولكن علشان اطلب ده لازم تكون الظروف برضو مناسبه، ما اقدرش ان انا اطلب ده من فريق والظروف واجواء محيطه بيه صعبه جدا. فاعتقد لو احنا هيكون عندنا نوع من الذكاء ان احنا نعدي المرحله دي، وبعد كده هيكون طبعا في فتره توقف، وفتره التوقف دي بقى بعد كده الدولي طبعا علشان عندنا ماتشين السنغال تحديدا، بقى نبتدي نفكر كويس احنا عايزين ايه بقى من الدوري ودوري ابطال افريقيا، ونبتدي نتكلم فيه طبعا الاداء المشرف والنتيجة المشرفة. الفريق الأول زي ما حضراتكم عارفين هيخوض النهاردة التدريبات، ومبارح كان كمان اكتفى بخوض جلسات استشفائية، وعرضنا ده برضو في 10 الصبح طبعا وفقا للبرنامج اللي حدده الجهاز الفني عشان يتحاولوا ان هم يتخلصوا من حالة، أنا هقول تاني يحاولوا ان هم يتخلصوا من حالة الإجهاد العضلي والإجهاد البدني والإجهاد الذهني بسبب طبعا توالي المباريات ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا والسفر مؤخرا لجنوب أفريقيا. يعني حاجة مرهقة لينا احنا ما بال حضراتكم للفريق بقى والجهاز الفني. الاهلي بيستعد بقوه لمباراه المريخ السوداني المقرر ليها يوم الجمعه ان شاء الله اللي جاي، زي ما كنت بقول لحضراتكم ضمن طبعا منافسات الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. كمان هيتم اجراء طبعا مسحه طبيه كالعاده للاعبين والجهاز الفني والاداري استعدادا بقى لمباراه المريخ. طيب خلينا بقى ننتقل بعد كده ونروح لخبر مفرح. احنا بقالنا كده فتره الحمد لله كل فتره معانا او كل كام يوم معانا خبر حلو. النهارده معانا خبر مفرح جدا عن بطل من ابطال مصر، هو اسمه عزمي محلبه، هو بطل مصر في الرمايه، حقق انجاز عايز اقول لحضراتكم انجاز فعلا تاريخي بعد ما توج بذهبيه كاس العالم للرمايه واللي اقيمت في قبرص. محلبه فاز بالذهبيه بعد ما نجح في تحقيق هنا كام 36 طبق من اصل 40، ده اعتقد رقم عظيم جدا في النهائي، متفوقا على الايطالي تامارو كاساندرو ده صاحب الميداليه الفضيه برصيد 35 طبق. حقق الفرنسي كمان ايريك ديلاني الميداليه البرونزيه، وكان عزمي محلبه البطل المصري تاهل للنهائي بعد تحقيق 122 طبق من اصل 125، ده كان في النصف النهائي. وبعد كده بنعتبره او هو بيعتبر واحد من ابرز لاعبي الرمايه في مصر، حقق العديد من الانجازات، بنتكلم السنه اللي فاتت، واستطاع كمان تحقيق برونزيه كاس العالم بقبرص وبرونزيه الجائزه الكبرى بالمغرب، ذهبيه البطوله العربيه ايضا بالمغرب، وفضيه الفرق بالبطوله العربيه كانت ايضا مقامه بالمغرب، واول رامي ويعتبر مصري بيحقق ميداليه في بطوله العالم، لما طبعا حقق بين برونزية بطولة العالم كمان بإسبانيا ده كان عام 2014. وعايز أقول لحضراتكم لسه التاريخ مستمر، استطاع أيضا التأهل للأولمبياد طوكيو بعد تحقيقه برونزية كأس العالم بفنلندا كان 2019، وشارك أيضا في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو مؤخرا 2020. يعني أنا تعبت وعمال أحكي التاريخ والجوائز والحاجات اللي فاز بيها. مبروك لينا جميعا بطلنا عزمي محلبة. أي شخص أو أي بطل مصري أو أي مواطن مصري بيرفع اسم مصر في أي محفل دولي أعتقد هو بيرفع اسمنا جميعا، حاجة بنتشرف بيها جميعا، وأعتقد ما فيش حد بيبقى مش سعيد بإنجاز أو بحد يعني بأي مصري بينجح فعلا في الخارج، فحاجة أكيد محترمة جدا. نتمنى كمان إن هو يشارك بقى في باريس 2024. إحنا متوقعين إن مصر بإذن الله تحقق ميداليات كتيرة، لأن إحنا اتكلمنا إن طوكيو يمكن مصر ما كانتش يعني من الدول اللي حصلت على ميداليات كتيرة، ولكن كان عندنا ظروفنا، لكن احنا واخدين وعود واخدين كده زي ما بتقال امل كبير جدا ان احنا عندنا اتحادات مختلفه بتشتغل من دلوقتي من دلوقتي علشان ان شاء الله اولمبياد باريس 2024. طيب احنا معانا كمان خبر حلو جدا خاص بمحمد صلاح طبعا نجم ليفربول، هو فاز بجائزه لاعب شهر فبراير، ده كان في الدوري الانجليزي من رابطه اللاعبين المحترفين، وهو نشر الحساب الرسمي كمان لليفربول على تويتر، قال كده تحديدا الحساب الرسمي ليه: تهانينا محمد صلاح على اختياره لاعب شهر فبراير في الدوري الانجليزي من رابطه اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، وبيتصدر صلاح قائمه هدافي الدوري الانجليزي في الموسم الحالي 2021 2022.
2022 برصيد كام بقى؟ برصيد 20 هدف عشان يحقق النجم المصري رقما استثنائيا بتسجيله 20 هدف للمرة كام؟ للمرة الرابعة في 5 مواسم. يعني أعتقد دي حاجة يعني ما هياش بسيطة. وحضراتكم جيتوا قارنتوا الأرقام دي بنجوم برضو سابقين ولهم اسم هتلاقي إن الفرق قليل جدا، فحاجة أكيد تشرفنا جميعا. احنا بنبقى متعودين اول الاسبوع ونهايه الاسبوع ان احنا نجيب على التليفون معانا دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات وتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه عشان نعرف يعني الاسبوع بدايته هيبقى عامل ازاي ونهايته او الويكند هيبقى عامل ازاي. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. طبعا صباح الخير يا استاذه نهاوند، اهلا بحضرتك طبعا وكل الساده متابعي البرنامج ومشجعي النادي. مرحب بيك، وزي ما احنا متعودين معاك بقالنا من بدايه تقريبا البرنامج بنحب نعرف كده ونطمن دايما في نهايه الاسبوع عن احوال الجو والويكند، وهل هيشهد برضو زي الويكند اللي فات واللي قبليه يعني انخفاض في درجات الحراره ولا الوضع هيكون افضل؟ اتفضل يا دكتور. لا الحمد لله، يعني الويك اند ده يعتبر اخر ويك اند في فصل الشتاء. الحمد لله الشتاء بيختم معانا الويك اند. هو ليه الحمد لله؟ طيب يعني ليه الحمد لله برضو؟ ان مفيش تخلفات يعني هتعرفي تخرجي بقى حضرتك. ماشي، مش عارفه ليه الناس كده تقول لك الشتاء خلص الحمد لله. طيب كمل يا دكتور. استمتع في قضاء الويك اند كويس، يعني ماشي، في مشاكل مش اي حاجه هتعوق خروجهم. درجات الحراره هتبدا تتحسن، انخفاضات شديده درجات الحراره اللي بتشوفها في فترات الليل هتبدا ترتفع شويه، ارتفاعات بسيطه في درجات الحراره اعتبارا من بكره الخميس. هيبدا معانا فصل الربيع يوم الاثنين ان شاء الله 21 مارس. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب يا رب. عيد الام طبعا، كل سنه وحضرتك طيبه وكل ام مصريه بألف خير. الاجواء هتبدا يعني درجات الحراره تزيد شويه، ترتفع فترة الأسبوع شهر درجات الحرارة اللي بتسجل 16 و15 درجة مئوية على شمال البلاد هتبدأ تتجاوز ال 20 درجة. هتتراوح من 20 إلى 22 درجة مئوية خلال الويك إند وبداية الأسبوع القادم. في جنوب البلاد أيضا هترتفع شوية درجات الحرارة تصل إلى 24 و25 درجة مئوية. هتبدأ السبورة المائية في الظهور ولكنها الحمد لله سبورة عادية ليست كثافة تعوق حركه السفر على الطرق. هتهدأ نسبيا سرعات الرياح اللي بتزود احساسنا خلال هذه الفتره بانخفاض درجات الحراره، يعني الى حد كبير هتبدا الاجواء والتقلبات الجويه تستقر شويه لحين طبعا بدايه فصل الربيع، ونشوف بقى الاجواء في فصل الربيع لان تقلبات جويه حاده وسريعه مهم جدا لمتابعه المناطق الجويه فيه طبعا. طب انا عايز اسال حضرتك تقييمك لفصل الشتاء السنه دي، يعني هل كنت بتشوف ان فصل الشتاء كان عدى علينا مقارنه بالسنه اللي فاتت على سبيل المثال في نفس البروده ولا الوضع اختلف شويه؟ طبعا احنا عارفين العلاقه مرتبطه برضو بتغيير المناخ اللي كل سنه يمكن نتائجه وتاثيره بيكون على الارض واضح، فخلينا نعرف من حضرتك. هو حضرتك طبعا احنا لو قيمنا فصل الشتاء في هذا العام 2022 بشتاء 2021 هنلاقي طبعا ان في معدلات درجات الحراره كانت اقل، خاصه درجه الحراره الصغرى. انما لو قارناها بسنين قبل كده زي 2020 فهنلاقي كان في درجات حراره اقل كده في 2020، ولكن استمراريه انخفاض درجات الحراره في 2022 في عدد الايام اكثر طبعا من استمراريته في 2020، رغم ان درجات الحراره في 2020 كانت اقل. بتقول ان درجات الحراره في 2022 انخفاضها كان بيستمر لعده ايام. فيعني التقلبات الجويه زي ما حضرتك ذكرت طبعا والتغيرات المناخيه هي دي كلها عامل كبير ومؤثر. صحيح. الظواهر الجويه اللي ممكن نشوفها في لازم في الشتاء ولكن في كل مظبوط. بس هو موضوع تغيير المناخ ده دكتور محمود اتكلمت انا وحضرتك فيه قبل كده يمكن من سنه تحديدا، بس هو امر او ملف في غايه الاهميه ودول بتعمله مؤتمرات دوليه يعني وبتشارك فيه، بس خطورته يمكن لسه على المدى البعيد مش المدى القريب، ولكن خطورته كارثية يعني له نتائج قد تصل لغرق بعض الدول لاختفاء بعض الكائنات. ده لو حضرتك برضو تصلح لي. فلا ملف صعب او ملف مهم جدا خلينا نقول.
طبعا يا فندم، يعني احنا دايما بنقول ان التدخل الساخر للانسان في المشتقات الفحم والبترول والوقود العقوري كان ليه نصيب اكبر في الملوثات اللي موجوده في الغلاف الجوي. صحيح. وطبعا دي نتيجتها، ده اللي يعني زي ما بيتقال دايما الانسان حارب الطبيعه، فالطبيعه بدات تحاربه. يعني ما فيش كلام انه ملف خطير جدا بيتحكم في مصير دول واقتصاد دول، سواء دول ناميه او دول عظمى. فمهم جدا الاهتمام بيه، بس يعني السنوات الاخيره او السنه الاخيره تحديدا في اهتمامات من عديد من الدول بهذا الملف. فربنا يسهل بس، ويعني يصدقوا في كلامهم خصوصا الدول العظمى، عشان اقتصادهم طبعا بيتاثر كثير من القرارات دي. فمهم جدا ان احنا نتكاتف كدول عالم عشان نبدا نحسن من الاجواء للاجيال القادمه، مين احنا للاجيال صحيح. القادمه. صحيح. انا بشكرك جدا دكتور محمود على هذه المداخله، شكرا ليك، وان شاء الله ويك اند سعيد علينا جميعا نتمنى. طيب خلينا نروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما انا متعوده بحب ادخل في الفاصل دايما في البرنامج اشوف لو في تعليقات بتيجي للبرنامج. يعني حد كان باعت بيتكلم عن لما كنت بسال دكتور محمود عن موضوع الشتاء وليه بيقول الحمد لله فصل الربيع خلاص داخل، فكان بيسالني يعني بيقول لي الحمد لله الشتاء خلاص هيخلص الناس ما بتحبوش. فهو يمكن على فكره بقى انا اقتنعت بحاجه، يمكن النسبه الاكبر ما بتحبش فصل الشتاء من الناس يعني، لكن في نسبه برضو بتحب فصل الشتاء، واعتقد في دراسه اتعملت على الناس اللي هي بتحب الشتاء ان هم ليهم صفات معينه. يعني انا مش عارفه ايه هي، بس اوعدكم ممكن يوم الاحد ان انا اجيبها، لكن اكيد بيبقى ليهم صفات معينه في شخصيتهم. انا بالنسبه لي دخول فصل الصيف انا ما بحبوش، يعني بالعكس انا مش هقول الحمد لله الشتاء بيخلص، يعني هقول للاسف الشتاء بيخلص، ده انا هقوله يعني. على كل حال متاكده ان في ناس زيي. خلينا نروح دلوقتي نتابع اخر اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه والانشطه كمان. هتكون معانا هنا ابو القاسم مراسلتنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا بصبح عليكي، كل دلوقتي جماهير 10 الصبح اكيد اللي بيسمعونا يعني معانا، وخلينا نعرف منك كده اخر المستجدات الخاصه بالنادي الاهلي، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهواند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 3 والمران هيبدأ فيه تمام 4 العصر. كمان يا نهواند خليني أقولك أن قبل انطلاق المران الفريق هيقوم بعمل مسحة طبية طبعا استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام فريق المريخ السوداني. يعني الحقيقة أنها تكون طبعا مباراة مهمة جدا، خلاص متبقي مباراتين في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والحقيقة أنه لا غنى عن الفوز في المباراتين. عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي، إن شاء الله كالعادة هيكونوا على قدر من المسؤولية ويقدروا يحسموا المباريات لصالحهم. كمان فريق 2001 ناشئين كرة القدم قدر أمس يحقق فوز أمام فريق الاتحاد السكندري، ده كان ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الجمهورية. يعني خليني اقول لكم ان المباراه كانت كبيره جدا، كانت مباراه ماراثونيه وكان فيه الحقيقه نديه كبيره من قبل الفريقين، لكن شباب النادي الاهلي قدروا يحسموا المباراه لصالحهم وبكده يكونوا رفعوا نقاطهم ل 48 نقطه. ده فيما يخص اخبار كره القدم. خلونا دلوقتي بقى نروح لاخبار الالعاب الاخرى ونبدا بكره السله. سيدات كره السله النهارده بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب الساعه 6:30 مساء استعدادا بقى لنصف نهائي بطوله دوري السوبر. يعني لسه لم يتم تحديد خصم النادي الاهلي. غدا فريق الهليوبلس والطيران هيلعبوا مباراه، والفائز فيها هيواجه النادي الاهلي في نصف النهائي. يعني طبعا ايا كان الخصم اللي هيواجه النادي الاهلي بنتمنى كل التوفيق لسيدات كره السله. كمان شباب كره السله 18 سنه النهارده عندهم مباراه مهمه امام سموحه للتتويج بقى بلقب دوري الجمهوريه. يعني هم امس كانوا قدروا يحققوا فوز على فريق سبورتنج بنتيجه 63-58، ان شاء الله النهارده كمان يقدروا يحققوا فوز على فريق سموحه ونبقى بنحتفل مع شباب 18 سنه بالتتويج ببطوله دوري الجمهوريه. خلونا بقى نروح للعبه كره الطايره. سيدات كره الطايره النهارده ايضا بيواصلوا تدريباتهم بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقياده حمدي الصافي بعد انتهاء الدور الثاني من بطوله الدوري. هيرجعوا بقى يبداوا ثاني يستعدوا للمرحله القادمه وبالتحديد سيمي فاينل كاس مصر اللي هيكون يوم
الحد القادم 2022 امام فريق سبورتنج، يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب وان شاء الله يحققوا بقى مزيد من البطولات. كمان شباب كره الطايره 15 سنه قدروا امس يحققوا فوز على فريق هوليدو بنتيجه 3-0، ده كان ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. الحقيقه ان هم عملوا مباراه كبيره، كانوا مسيطرين على مجريات المباراه منذ بدايتها حتى نهايتها، قدروا يفوزوا في جميع الاشواط وبكده يكونوا حققوا انتصار جديد في بطوله الجمهوريه. اخيرا بقى نروح لسيدات كره اليد. سيدات كره اليد ايضا بيواصلوا استعداداتهم للمباراه القادمه، بالتحديد ده هتكون يوم الجمعه القادم امام فريق الطيران، ده ضمن منافسات المرحله الثانيه من بطوله الدوري. يعني سيدات كره اليد الحقيقه ماشيين بخطى ثابته جدا في بطوله الدوري، فازوا في جميع المباريات بالعلامه الكامله وطبعا متصدرين جدول الترتيب، ان شاء الله يكملوا بنفس الاداء ويحسموا بطوله الدوري لصالحهم. يعني دي انا هوند كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. معاكي طبعا لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليكي مره اخرى في الاستوديو. لا انا ما عنديش اي استفسارات ثانيه، انا بشكرك جدا على التغطيه الرائعه زميلتنا العزيزه الشاطره هلا ابو القاسم. خلينا دلوقتي نروح لمقر يلا كوره ومراسلتنا العزيزه روزان نصر، هنتابع معها اهم الاخبار الرياضيه برضو في الصحف والمواقع، وهيكون معها لقاء مع الاستاذه منى عمر الصحفيه بموقع يلا كوره. يعني انا بصبح عليكي طبعا يا روزان في البدايه، صباح الفل. وفي برضو منشط من المنشطات لفت، احنا وراك يا هو، في منشط من المنشطات لفت انتباهي وهو من اليوم السابع اللي بيتكلم عن ماذا قدم كيراش مع منتخب مصر حتى الان قبل مواجهه السنغال. وهنا بنتكلم بالارقام، اعتقد ده مهم جدا جدا قبل المباراه القادمه، لان لسه في اختلاف حول هنا تقييم كيراش بالنسبه للجماهير المختلفه. البعض يرى ان هو جيد جدا، البعض يرى ان هو لا يليق بمستوى منتخب مصر. خلينا نعرف منك التقييم ونفهم منك تفاصيل اكتر، اتفضلي. صباح الخير يا نهواند طبعا، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني يوم جديد، فقره صحفيه جديده هنا من موقع يلا كوره. هنبدا طبعا باهم خبر معانا بالفعل يا نهواند من موقع اليوم السابع، ماذا قدم كيراش مع منتخب مصر حتى الان قبل مواجهه طبعا مصر والسنغال. بالارقام، من روسيا اليوم التشافي يمنح الضوء الاخضر لبرشلونه لضم صلاح في الصيف المقبل. من موقع يلا كوره، اتلتيكو مدريد يفوز على مانشستر يونايتد بدوري الابطال. ومن الشرق الأوسط، تشيلسي مرشح لتكرار انتصاره على ليل رغم العقوبات وصدام ساخن بين يوفنتوس وفياريال. طبعا هتكلمنا أكتر في هذه التفاصيل، يعني تفاصيل أخبار اللي معانا النهاردة الصحفية منى عمر بموقع يلا كورة. في البداية طبعا برحب بيكي على شاشة قناة الأهلي، يعني عايزين نبدأ بقى تكلمين عن كواليس طبعا مباراة مصر والسنغال، توقعاتك إيه للقائمة المتوقعة طبعا للمعسكر؟ صباح الخير عليك يا روزان الاول، وصباح الخير على نهاوند في الاستوديو، وصباح الخير على كل متابعي قناه النادي الاهلي. في البدايه طبعا عندنا ماتشين مهمين جدا قدام السنغال، يوم 25 هنا في القاهره ويوم 29 في السنغال. الماتشين دول طبعا في الدور النهائي للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم في قطر 2022. لو هنتكلم كيروش قدم ايه، كيروش اصلا تولى المهمه الفنيه لمنتخب مصر في سبتمبر الماضي، تمام، طبعا بعد رحيل كابتن حسام البدري اللي كان يتعادل قدام الجابون 1-1 في الجوله الثانيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم. كيروش اجمالا لعب 17 مباراه رسميه ومباراه وديه، ال 17 مباراة رسمية دول كانوا في ثلاث بطولات، بطولة كأس العرب وبطولة أمم أفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم طبعا اللي احنا لسه مكملين فيها. إجمالا قدر إن هو يكسب 12 مباراة وخسر في 4 وتعادل في 2. بالنسبة كمان للقائمة المتوقعة لمنتخب مصر، احتمال كبير او بنسبه 99% هتشهد 6 لعيبه من النادي الاهلي، طبعا محمد الشناوي في حراسه المرمى، عندنا محمد هاني، محمد عبد المنعم، ايمن اشرف في خط الدفاع، حمدي فتحي وعمرو السوليه في الوسط، واحتمال يعني يدخل محمد شريف ويبقى السابع من النادي الاهلي، بس هو لسه ما حسمش الامور بشكل رسمي لحد دلوقتي. يعني الإعلام طبعا الفترة الماضية مركزين جدا مع محمد صلاح ومسألة تجديده مع ليفربول، كلمينا عن وضع محمد صلاح حاليا وآخر التطورات.
طيب صلاح لحد دلوقتي مفاوضات ما بينه وما بين إدارة ليفربول ما وصلتش للحسم أو ما وصلوش لاتفاق نهائي ما بينهم وما بين بعض. صلاح عايز يبقى هو الأعلى راتب في الفريق، مش في الفريق بس كمان، لا يبقى في مركز متقدم من ضمن اللعيبة اللي بتتقاضى الأعلى أجر في البريمير ليج. فهو عايز مرتب راتب أسبوعي حوالي من 300 ل 400 ألف جنيه استرليني، تمام؟ المبلغ ده يعني ما يتفقش مع سقف الرواتب في ليفربول. فهي هنا في المشكله، ليفربول مش هيقدر ان هو يعلي سقف الرواتب عشان خاطر محمد صلاح. في نفس الوقت محمد صلاح حاسس ان هو محتاج ان هو يتقدر زياده من النادي ويكون ليه وضع مختلف. صلاح طبعا عقده مفروض ان هو هيخلص في بنهايه الموسم الجاي في 20 في يونيو 2023. اللي عمل قلق الفتره الاخيره التصريح اللي خرج بيه يورجن كلوب مدرب ليفربول، اللي طبعا في احدى المؤتمرات الصحفيه يعني اتسال على مفاوضات التجديد مع محمد صلاح، وقال انه اداره ليفربول عملت اللي عليها بالبلدي يعني زي ما بنقول، بس القرار دلوقتي في ايد محمد صلاح. حتى بعدها وكيل محمد صلاح رد بتغريده كده على تويتر ببعض الرموز التعبيريه ان هو بيضحك يعني على التصريح بتاع كلوب. فلحد دلوقتي وضع صلاح لسه لم يحسم مع اداره ليفربول. بس زي ما انت ما قلتي في الخبر بتاعك ان تشافي هرنانديز مدرب برشلونه وضع صلاح ضمن القائمه اللي هو عايز يتعاقد معاها الموسم الجاي، بس هو بالنسبه له ايرلينج هالاند هو اللي الاولويه. لو ما قدرش ان هو يتعاقد مع هالاند بالنسبه له هيحاول ان هو يتعاقد مع محمد صلاح. عايز اعرف بقى رايك في وضع مانشستر يونايتد الموسم ده وشايفه المباراه الاخيره ازاي؟ طبعا يعني موسم مانشستر يونايتد بيواصل يعني الموسم الكارثي ليه من اول السيزون. هو يعني المباراه امبارح كانت على ارضه، ورغم ان هو كان يعني بادئ الهجوم في اول 10 دقائق، لكن بسهوله جدا قدر ان هو يستقبل هدف في بعد نص ساعه، او الهدف الغي يعني، بس بعدها كمان باقل من 10 دقائق لودي قدر ان هو يستغل عرضيه من انطوان جريزمان ويسجل راسيه في مرمى ديخيا. والحقيقه ان كمان يعني هو حاول ان هو يحسن النتيجه على الاقل ان هو يتعادل يعني، خصوصا ان هو كان بيلعب على ارضه اصلا وسط جمهوره. لكن التالق الكبير لحارس اتلتيكو يان اوبلاك يعني ما خلاش يونايتد يقدر ان هو يسجل او ان هو يقدر ان هو يعدل النتيجه يعني. يونايتد اصلا في الدوري الانجليزي في المركز الخامس ومعاه 50 نقطه يعني. ف اجمالا وضع يونايتد من اول السيزون، مش السيزون ده بس، بقى لهم فتره مش يونايتد اللي مشجعيه يعني، مش الاداء اللي مشجعين يونايتد منتظرينه منه يعني. فنتمنى ليهم التوفيق ان شاء الله يعني. اخر بطاقات ربع نهائي دوري الابطال هتتحسم النهارده بين تشيلسي وليل ويوفنتوس وفياريال، يعني ايه توقعاتك للمباراتين دول؟ خلينا نبدا بيوفي وفياريال. اعتقد ان المباراه اصلا هتبقى متكافئه ما بين الاثنين. مباراه الذهاب اللي اتلعبت في اسبانيا كانت خلصت 1-1. يوفي المفروض ان هو هيلعب على ارضه، المفروض ان هو يقدر يستغل ده، هيلعب على ارضه هيلعب وسط جمهوره، فالمفروض ان هو يقدر يحسن ده. بس انا شايفه ان الماتش متكافئ ما بين الفرقتين، خصوصا كمان ان يوفنتوس اصلا مش بيقدم احسن مواسمه يعني، بقى له فتره مش ده احسن سيزون ليه. فاعتقد كمان يعني او توقعاتي اعتقد ان هي ممكن توصل اكسترا تايم وبنالتي. بالنسبه لتشيلسي وليل، تشيلسي كان كسبان في الذهاب على ارضه 2-0، هيسافر ليل عشان يلعب مباراه الاياب. لكن طبعا مع الوضع اللي احنا متابعينه لتشيلسي خلال الفتره الاخيره والحجز على اموال المالك بتاع النادي الملياردير طبعا الروسي رومان ابراموفيتش، وكان من ضمنها تشيلسي، لكن هو طبعا قدر ان هو يحصل على رخصه استثنائيه عشان بس مجرد ان هو يمارس الانشطه المتعلقه بكره القدم. تمام، كمان اتقلل نفقات السفر بتاعته يعني، تقريبا حتى هم اضطروا ان هم يقللوا عدد افراد البعثة اصلا اللي هتسافر فرنسا عشان يقللوا حجم النفقات. بس الروح ما بين اللعيبه والتصريحات اللي قالها توماس توخيل مدرب تشيلسي
يعني تدي ايحاء للجماهير او تدي ايحاء للناس اللي متابعه انه لا تشيلسي قادر ان هو يقدر يعمل حاجه. انا اتوقع ان هو هيكسب المباراه النهارده بكل سهوله. شفنا سيزر اسبلاكويتا قائد تشيلسي، شفنا كي هافرتز كانوا بيقولوا احنا مستعدين ان احنا ندفع النفقات اصلا بتاعه السفر، ما عندناش اي مشكله. توخيل كمان لما اتكلم بشكل ايجابي جدا، وقدر ان هو يكسب ارضيه ثقه عند الجمهور كبيره جدا بموقفه اللي اعلنه بشكل صريح، وقال ان هو طالما احنا عندنا وقود في الحافله بتاعتنا، عندنا التيشيرتات بتاعتنا، فاحنا نقدر نلعب المباريات. كمان قال انا ما عنديش مشكله اصلا انه لو ما فيش الطياره اللي احنا نسافر بيها، انا ممكن عربيه وانا اللي اسوقها واخد فيها اللعيبه يعني. فكل ده اصلا يخلي جماهير تشيلسي او جماهير النادي تبقى مطمنه للروح اللي موجوده ما بين اللعيبه وما بين الفريق. واعتقد انه أنا شايفة أن تشيلسي هيقدر يكسب النهاردة المباراة بكل سهولة يعني إن شاء الله. بشكرك جدا الصحفية منى عمر بموقع يلا كورة، يعني دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا بموقع يلا كورة. بشكركم جدا على المتابعة وعودة ليكي مرة تانية نهوات. بشكرك أنت كمان يا رزان على هذه التغطية، وواضح أن الأستاذة منى بتشجع تشيلسي جامد، يعني أن هي بتقول أن هم يكسبوا إن شاء الله. بس على كل حال تعليقا بس على الخبر بتاع مانشستر يونايتد، لأن للأسف الشديد لما كان في صفقات مؤخرا سواء لكريستيانو رونالدو أو حتى ميسي، وفكرة هنا الانتقال من برشلونة لبي أس جي أو باريس سان جيرمان، وفكرة انتقال كريستيانو لمانشستر يونايتد، أكيد رؤساء النوادي وجماهير ومشجعي كل نادي منهم كان متوقع أداء رائع، كان متوقع نتائج بقى يحققها الفريق مع هذا النجم اللي انضم مؤخرا، يعني هتفرق جدا في الرانك بتاع أصلا الفريق. ولكن اللي حصل على أرض الواقع غير كده تماما. يعني بداية كانت مع انضمام ميسي لباريس سان جيرمان، وقلنا يمكن عشان في الأول كان في تعثر في كام ماتش في البداية، ولكن برضو الأداء كانش اللي هو الفارق قوي مع الفريق. طبعا باريس سان جيرمان فريق كبير جدا وبيضم نجوم كبار جدا، وهو على فكرة عامل برضو شغل دلوقتي حالي يعني كويس جدا في الدوري، ولكن الكلام مش بس هنا، الكلام ان كان الناس متوقعة أداء أكثر من رائع، يعني انضمام أسطورة زي ميسي لباريس سان جيرمان كان المفروض ان هو يقلب الموازين، ولكن ده لم يحدث. هتيجي على الصعيد الثاني انضمام كريستيانو لمانشستر يونايتد، وللأسف بقى هنا انا مش هقدر اقول ان مانشستر تحسن ولو حتى خطوة الى الامام، لا، مانشستر يونايتد للأسف الشديد لا يحالفه الحظ تماما في الدوري الانجليزي هذا الموسم، شيء اعتقد اغضب العديد من الجماهير. لو حضراتكم تتابعوا على السوشيال ميديا، الناس كانت مش متوقعه يعني هذا الاداء من كريستيانو، او ان هو يكون مش مسيطر خلينا نقول في الاداء على الارض بهذا الشكل زي ما احنا متعودين على كريستيانو رونالدو. امبارح كنا بنتكلم مع ضيفنا الاستاذ محسن لملوم وسالناه على هذه النقطه، قال لك برضو السن بيفرق وحاجات زي كده، رغم ان كريستيانو كان ليه تصريح ان هو يقدر يلعب لغايه 42 سنه، ولكن دي بتبقى رغبه، الحقيقه ايه هي موضوع تاني. على كل حال برضو الكلام حول ان كريستيانو هيسيب مانشستر يونايتد من عدمه، ده برضو مجرد تهكنات او كلام يعني مطلوق على السوشيال ميديا لحد دلوقتي، اكيد ملوش اي اساس من الصحه. هنتابع، ولكن طبعا الدوري الاوروبي في العموم حاجه بصراحه ممتعه جدا ان الواحد يتابعها. طب الفقره الاولى كده الاخباريه خلاص خلصت، هنروح فاصل وهنرجع مع كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق علشان اتكلم معاه في نقاط كتيره جدا، وعندنا زي ما كنت بقول يوم الجمعه الجايه ماتش مهم جدا تحت عنوان لا بديل عن الفوز، الاهلي والمريخ. ايه اللي هيحصل؟ هنلعب ازاي؟ هل السيناريو بتاع سان داونز هيتكرر مره ثانيه؟ هل الاجهادات والضغوطات والكلام اللي زي كده ممكن يكون برضو عائق ان احنا نأدي الاداء الامثل والمتوقع من الاهلي، ولا هيكون في خطه تانيه موسيماني هيعتمد عليها؟ كل ده بعد الفاصل. انا هبدا الفقره دي بصراحه بالنقاش اللي دار بيني وبين كابتن عادل تعيمه اللي منورنا دلوقتي، وقلت له كابتن عادل انا حزينه ان يعني بعد مباراه سان داونز، انا بصراحه من الناس اللي كان عندي امل وكنت شايفه ان بالعكس احنا هنعوض الخساره اللي حصلت يعني في الذهاب، فقال لي لا انا كنت متوقع ده لان احنا عندنا كارثه من 2004 هي السبب في ده لحد هذه اللحظه. فكابتن عادل طبعا صباح الفل في البدايه، ايه هي الكارثه اللي لحد دلوقتي بتؤدي ان انا كنادي اهلي، وانا هتكلم عن نفسي لان ده اللي يعنيني، مش عارف ان انا اقدم الاداء الامثل ليا واللي يليق بيا واللي يليق بتاريخي حتى هذه اللحظه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا لازم نبقى عارفين ان لعيب الكوره بيبقى فيه اعداد بدني ونفسي، وبعدين في كل موسم لابد انه بياخد على الاقل شهر، الشهر ده بيبعد تماما عن
الضغوط، بيبعد عن التدريبات القاسية، بيبعد عن الضغوط بتاعت نتائج المباريات، الجسم بيستشفي لوحده كده وبيرجع بعد شهر بيلعب بقى سباحة، يلعب تنس، يلعب أي حاجة بخلاف كرة القدم. من 2004 لو نفتكر لما مانويل جوزيه جه قعدنا 5 مواسم ما بناخدش ضغط 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 ضغط، وبعدين وصلنا بقى يعني مع التخبط للأسف يعني اللي احنا دايما اتحاد الكوره لما بيجي مفروض يبقى فيه نوع من الخطه موجوده في جدول منتظم، احنا لحد النهارده ما عملناش جدول منتظم بحيث ان انا ابقى عارف بدايه الدوري امتى ونهايته امتى. وده راجع لمين؟ الكلام ده بنقول بقالنا قد ايه؟ كتير، اكتر من 30 سنه ويمكن اكتر كمان. الموسم اللي فات والموسم ده ما حصلش في تاريخ اي نادي انه لعيبه تستهلك بهذا الشكل. انا قلت قبل كده انه الموسم الماضي في اللعيبه بتاعتنا لعبت اكتر من 70 مباراه في الموسم، ممكن اكتر، يعني السوليه مثلا لعب حاجه و90 مباراه. لما تعدي عدد المباريات دي وكثافتها وقوتها وبتنتقلي من كاس عالم لدوري لكاس لبطوله افريقيا لعالم انديه لمنتخبات، الجسم لا يتحمل هذا الجهد. لما نقول مثلا نقارن نفسنا بنادي محترف وبطل اوروبا هو الاخر مانشستر سيتي، اللاعبين اقصى حاجه عملوها 60 مباراه، احنا معديين الرقم ده على الرغم ان طبعا هناك درجه حراره، ملاعب احتراف، في يعني كلها حاجات قويه جدا مش موجوده عندنا. الموسم ده كمان انت عارفه ان احنا الراجل المدرب بتاع سان داونز بيقول ايه؟ بيقول النادي الاهلي انا عارف انه جاي مجهد لانه لاعب 60 مباراه. احنا لسه في الاسبوع السابع التاسع ومع ذلك شوف كم المباريات اللي احنا لعبناها سواء دوري سواء منتخبات، فلعبتنا كلها فيها الاجهاد ده. الاجهاد ده نتيجه ان انا ما باخدش راحات خالص، وبستعجب وبستغرب ان احيانا البعض في الاستوديوهات بيقول يعني ده مبرر الاجهاد، وان الراجل لما بيدي اجازه يعني الراجل ما يديش اجازه ازاي؟ ما هو لازم الجسم ياخد اجازه علشان يقدر يرجع تاني يمارس كره قدم ويقدر ان هو يبقى عنده مخزون من الطاقه يقدر يطلعها في المباريات سواء بدنيا او نفسيا. طبعا الكلام ده مش موجود. النادي الاهلي بيعاني من نشاته ان انا على طول باستمرار ما فيش جدول منتظم، وخاصه في العشرين سنه الاخرانيين اللعيبه على طول مجهده. الحاجة التانية والغريبة واللي أنا بستعجب لها من بعض المسؤولين إن أنا كنادي أهل بمد المنتخبات دايما وخاصة في كرة القدم في كل الألعاب، بس في كرة القدم اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي أكبر عدد من النادي الأهلي هو اللي بيروح المنتخبات، فأنت بتسويني مع نادي ما بيمدش المنتخب بلاعب واحد ويقول اشمعنى اشمعنى ازاي اذا انت مثلا البطولة العربية البطولة الأفريقية بعدين داخلين على التصفيات بتاعه كاس عالم بعدين داخلين على ماتشين السنغال، مين القوام اللي بيلعب في البطوله دي؟ الاهلي. الاهلي تقارني مع نادي ما بياخدش المنتخب منه لاعب؟ فكنت اتمنى ماتش سان داونز لما النادي الاهلي قال المنتخب يبقى الاخوه في الاتحاد طبعا الجماعه اللجنه اللي كانت موجوده اللجنتين اللي كانوا موجودين كانوش بدوا اعتبار خالص للامور ديت. كنت اتمنى على رابطه الانديه ان ماتش بيراميدز كان ممكن يتاجل شويه بحيث ان انا اقدر ان انا اروح سان داونز وانا واخد يعني ما بيحصلش ابدا ان انا اخلص ماتش واركب طياره ورايح جنوب افريقيا كم كبير جدا من الساعات وبعدين اروح وافاجئ انه في تعطيل وانا رايح الاستاد وبعدين كان في عنف غير مبرر في الماتش دوت وطبعا ما فيش فار. كل الامور دي بيتحملها مين؟ بيتحملها النادي الاهلي وجمهوره ولاعيبته وجهازه الفني. وبرضه نفاجئ انه برضه في حد بيطلع ينتقد اللعيبه او ينتقد المدير الفني. في نسبه ممكن ان احنا نقول 5% 10% يتحملها بعض اللاعبين مش كل اللاعبين، وممكن الجهاز برضه بنسبه قليله جدا، لكن القوام الرئيسي المشكله الكبيره هي عملية الإجهاد وتلاحم المباريات بطريقة ما حصلتش أبدا خلال الموسمين اللي فاتوا دول.
يعني حضرتك بتتكلم ان احنا من 2004 عندنا هذا الكم من الضغوطات وتلاحم المواسم، ولكن الموسمين الاخرانيين دول استثنائيين اكتر فيما يتعلق، حضرتك بتتكلم تحديدا للاخرانيين، فيما يتعلق مش بس الضغوطات والتلاحم، فكره كمان هنا الاجهاد البدني اللي عند اللعيبه تحديدا، عشان الصوره بس نفسي بقى. كمان نفسي رهيب جدا طبعا. لا ده شق، ده شق تاني تماما جداً طبعًا. يعني خليني برضه اروح مع حضرتك، انا هنقل وجهه نظر الناس، خليني انا اتحدث بلسان الناس واي حد بيتكلم بقى مش بس جماهير الاهلي. بعض بيقول طيب ما اذا كان ده الوضع من 30 سنه، واذا كان دي مش اول مره ظروف بيواجهها النادي الاهلي، ورغم ده كان في عندنا جيل ذهبي وقدر ان هو يحقق بطولات عظيمه جدا وانضمت او يعني تم كده وضعها مع يعني دولاب البطولات الموجود في النادي الاهلي، وكمان كنا كلنا كجماهير سعداء بيهم، وما كناش شاعرين بهذه الضغوطات اللي موجوده والتلاحم للمباريات والبطولات وغيره، اشمعنى دلوقتي؟ لانه الكم من المباريات اللي فيها تلاحم اكتر بكتير من المواسم اللي فيها الجيل الذهبي، ما كانش فيه كل البطولات دي مع تلاحم المواسم مع ضغوطاتها مع وخاصة الموسمين اللي فاتوا. وبرضو كلام حضرتك كوجهة نظر أنا بحترمها جدا، ولكن في خلال ال 15 شهر اللي فات النادي الأهلي خد كام بطولة، سواء على مستوى الإقليمي أو على مستوى الأفريقي على مستوى الدوري على مستوى السوبر، يعني كل كم البطولات في خلال 15 شهر بطولات كثيرة جدا. صحيح. في 2004 ل 2000 لحد 2012 او 13 الكم البطولات كان كبير جدا، لكن في الفتره الصغيره دي النادي الاهلي حصل على بطولات كثيره جدا على الرغم من كل الضغوط اللي موجوده وكل المحاربه اللي احنا بنتحاربها، سواء من بعض الاعلاميين او من بعض الدخلاء. للاسف انا بقول الكلمه ديت اللي ساعات بيطلعوا، انا اقيم مدير فني، وانا مدير فني عنده ثلاثة افريقيا وكاس عالم بطولتين برونزيه، واطلع اقول ازاي بياخد اجازه يعني. طب انا عارفه حضرتك بتتكلم عن مين. ما اعرفش والله. لا انا عارفه لا ازاي انا بسمع في ما هو في حد فعلا قالها، انا عارفه حضرتك بتقول يعني عن مين. ازاي الراجل ياخد اجازه؟ الراجل ده يعني انا لو انا اللي بيقول ايا كان ايوه اللي بيقول الكلام ده، انت عارف في المطبخ فيه ايه؟ انت بتروح تحضر تدريبات اللعيبه، انت شايف الاجهاد الموجود عند اللعيبه، انت معاك مفهومه طبعا، انت ما عندك جهاز بيحلل، وعندك طبيب. صحيح. وعندك بتاع تغذيه، الجهاز ده كله انا مش مفروض ان انا بقيم اللعيبه بحيث ان انا وانا بادي اللعيبه وهي بتادي ابقى عارف مستواها البدني والحمل العالي اللي هم واخدينه على طول. حمل عالي. انت كواحد بيقيم المشهد من بره غير واحد بيقيم المشهد من الداخل، فبرضه الواحد بيستغرب فعلا كم التعليقات والتدخلات اللي ملهاش اي علاقه بصراحه ولا لازمه، وبتبقى فترات مهمه جدا وحساسه للنادي الاهلي. على كل حال دي نقطه كنا اتكلمنا فيها كتير، ولكن اعتقد ان هي هتستمر ومش هتنتهي، فدعنا يعني زي ما بيتقال كده لا نلتفت ليها. عايز اروح مع حضرتك تحديدا ليوم الجمعه، وبرضه خليني اسالك السؤال اللي بيدور في ذهن العديد من الجماهير اللي بتنتمي للنادي الاهلي، هو احنا هنلعب ازاي؟ هو احنا هنشوف مباراه يوم الجمعه من المريخ نفس الاداء او السنسيتيفيتي الحساسيه اللي كانت موجوده مع سان داونز، ولا هيبقى في شيء جديد يمكن موسيماني هيفاجئنا بيه او هيوضع على الارض؟ خلينا نعرف. هو طبعا احنا لعبنا المريخ قبل كده وكنا متفوقين عليهم جدا الشوط الاولاني، جبنا جولين، لا مفيش احلى من كده، وكان اداء رائع جدا. صحيح. اللي حصل انه احساس اللاعب ما بيحسهوش الا اللاعب كوره، فاللاعب هو بيأدي شايف ان فريق المريخ انا متفوق 2-0. الشوط الثاني حصل نوع من عدم التركيز شويه، جابوا فينا جولين والحمد لله ربنا قدرنا ان احنا نجيب الجول الثالث. التفكير وانا لاعب ان انا عندي بعد ماتش المريخ عندي بيراميدز وبعدين عندي سان داونز، في بقول احتمال مش معلوم ولكن احتمال بتوقع ان ممكن يكون انا بقول ان انا كسبان 2-0، فممكن ايه العب اهدى شويه بحيث ان انا الطاقه اللي عندي ممكن ادخرها للماتشين اللي جايين ومدى اهميتهم بالنسبه لي كلعيبه وكفريق، فممكن يكون ده الحته اللي حصلت، لان حصل عدم تركيز في كورتين جه منهم جولين، يعني ما راحوش على الجول تاني. طريقه لعبهم وادائهم اعتقد ان موسيماني
قاريهم كويس قوي حتى قبل ما يلعب الماتش الاولاني، هو قاريهم كويس وعارف نقاط الضعف والقوه اللي عندهم. ما اعتقدش ان هو هيغير في طريقه لعبه. وبعدين حاجه تانية وحاجه مهمه جدا الناس برضو لازم تبقى عارفاها، وهي انه المدير الفني يلعب 4-3-3 يلعب 4-2-3-1، خلوا الراجل يشتغل خلوا الراجل يلعب عادي، خلوا الراجل يشتغل بدون ما يعني يبقى فيه نوع من التدخل في شغله، لان مجلس الاداره ورئيس النادي ولجنه التخطيط ما بيتدخلوش اصلا، فانت بتدخل في شغل الراجل يلعب باي طريقه. المهم ان هو جاب بطولات ولا ما جابش بطولات، مظبوط، عمل اداء ولا ما عملش اداء، كل الامور ديت. احنا شفنا كاس عالم الانديه واحنا بنلعب الهلال، شفنا الاداء، وعلى الرغم ان جايبين لعيبه بملايين الملايين وتفوقنا عليهم بتفوق غير طبيعي، وشفنا ما قدام بيراميدز وهم عندهم كم من النجوم، ومع ذلك كان الاداء اكثر من رائع. لما الولاد يحصل نوع من الهبوط شويه في اجزاء فبرضو الشق الثاني اللي احب اتكلم فيه، وهو انه موسيماني احيانا بيدي فرص كتيره للعيب مستواه لسه يعني بيصعد، يعني مستواه لسه بيديله فرصه واثنين وثلاثه، وبرضو ما بي يعني بيبقى يعني بيديله فرص اكتر. طب يعني انا المفروض ان انا في الوقت ده يعني بقى ايه، يبقى فيه البديل بحيث ان انا يعني زي ما كان هاني مثلا في البدايه كان احيانا مستواه عالي جدا، واحيانا يبقى فيه لما طلع اكرم توفيق ايه اللي حصل؟ الاثنين بقوا جامدين جدا. أيوه. جدا. هاني ابتدى يتفوق وشفناه في كاس عالم انديه. صحيح. وشفناه في البطوله الافريقيه وشفناه في الدوري، حاجه اكتر من رائعه. فعمليه التنافس ديت اللعيب اللي انا اديله فرصه واثنين وثلاثه وما بيأديش او بيحلق او ما بيضغطش مع زمايله او فاهم ان هو احسن من زمايله، لا يقعد ويبقى فيه البديل، واحنا عندنا البديل. دي برضو النقطه اللي انا كنت احب ان انا اوصلها، انما ده مش تدخل في شغل لا بالعكس، دي بتبقى وجهات نظر للمصلحه العامه. ما بكلمش فنيا انا فاهمه، لا طبعا ما بكلمش فنيا، انا بقول بس ايه، لان الجمهور انا واحد من الجمهور طبعا، كلنا واحد من الجماهير، واحد بتفرج بلاقي لعيب مثلا ما بيضغطش الضغط المظبوط مع زمايله، ده بيأثر على اللي حواليه. حضرتك بتتكلم في نقاط هامة للمصلحة العامة في الماتش القادم، وهرجع أقول تاني بس ده هنكمله بعد الفاصل لو تسمح لي. يعني برضو أنا حميل للرأي اللي لو هرجع لماتش المريخ، يعني أنا كنت شايفة أو حميل للرأي اللي بيقول إحنا فعلا يعني بعد ما أحرزنا الهدفين مش هقول كده تخاذلنا، ولكن ريحنا، كان عندنا ثقة زايدة، والثقة الزايدة دي بتيجي أوقات أو بتتقلب ضد صاحبها، فللأسف هو ده اللي حصل معانا، تداركنا الموقف وكسبنا 3-2 في الآخر، ولكن احنا حطينا نفسنا تحت ضغط احنا كنا في غنى عنه. هي دي النقطة. نتمنى ان ده ما يتكررش طبعا، هنتكلم بالتفصيل بس بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل. طيب احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل مع كابتن عادل على كذا نقطة، النقطة منهم فكرة هنا تلاحم المباريات وتأثيرها البدني وتأثيرها النفسي، لان ده شق كمان مهم جدا. يعني انا ما اكون لاعب دلوقتي بلعب النهارده في بطوله مثلا الدوري، وبعد يومين عندي حاجه افريقيا عايزه اسافر، وعندي بعد 48 ساعه تانية مباراه تانية، ففي حاجه برضو ذهنيا هتبقى عند اللاعب مش مظبوطه. ف يعني برضو حضرتك كلاعب سابق وكنجم سابق مع النادي الاهلي، واكيد مريتوا بظروف زي دي يمكن كمان اسوا، خلينا نعرف انتوا كنتوا ازاي بتقدروا يعني تتأقلموا، خصوصا وقتكم برضو كابتن عادل ما كانش فيه هنا الاهتمام قوي بالشق النفسي، ما كانش فكره ان انا لازم اجيب اخصائي نفسي وان انا اتكلم مع اللعيبه واهيئهم نفسيا، ما كانش فيه الكلام ده خالص، ازاي كنتوا بتعملوا ده؟ لم يحدث ان احنا تعرضنا للضغوط دي اصلا، لان يعني في الفتره اللي احنا كنا بنلعب فيها كان كل اسبوع مباراه، واحيانا كل 4 أيام او 5 أيام مباراه، ما كانش بقى في افريقيا، ما كانش فيه أيوة. حتى في الجيل الذهبي في النادي في بتاع جوزيه واللي قبله كابتن خطيب، ما كانش فيه التلاحم الرهيب وكثافه المباريات بالشكل ده، وكان برضو الى حد ما كان الجدول برضو بقى فيه معقوليه في عقلانيه، خلينا نقول دلوقتي ما فيش عقلانيه والله بكلمك بجد، ده حاجه صعبه فعلا فعلا. الموضوع ده اتكرر كام مره انا وانت الاسبوع ده اللي فات ده، المريخ بيراميدز سان داونز، ثلاث مباريات في من الجمعه للسبت، تفصيلهم يعني 48 ساعه تقريبا، منهم سفر رايح جاي وبعدين داخل على المريخ تاني،
وبعدين ولادنا يطلعوا على ماتشين سنغال وبعدين يرجعوا يومين ونلعب الهلال. ايه ده؟ طب يعني اديني عقلك. لا يجيبوا بقى كليه الطب النفسي الرياضي ابو العزايم يقول لنا يعمل ايه مع اللعيبه دي على مستوى العالم. والله والله مفيش كده، ما بيحصلش كده. وطبعا ده نتيجه ان انا كاداره في كوره في مصر، ان انا المفروض ان انا يبقى عندي خطه، الخطه دي تبقى فيها نوع من الجدول المنتظم براعي فيه اللاعب علشان ما يصابش. صحيح. انا اولا الدوري بيبقى فيه متعه للناس الى جانب المنتخبات، يعني المتعه مع المنتخبات. فانا اذا كنت هوصل لاعبتي ان انا العب كاس عالم ولاعبتي مجهده بالشكل ده، طب ازاي انا هوصل؟ كلنا نتمنى وبندعي ربنا ان احنا نوصل، بس مع كم المباريات اللي احنا لعبناهم بدون يعني بقول يعني بدون دراسه، لو تفتكر كنا مع بعض وكان معانا كريم وبنتكلم على البطوله العربيه، كل الفرق راحت بالناشئين والشباب والفريق الثاني، احنا رايحين بكامل قوتنا، وبعدين رحنا رايحين على افريقيا برضو بكامل قوتنا ومباريات كلها قويه جدا جدا جدا. الى جانب الجهد ده كله اللعيبه بترجع لانديتها على دوري وعلى افريقيا. وبعدين النادي الوحيد المتضرر في الحته ديت النادي الاهلي، انا مفروض بتساويني مع فريق انت ما بتاخدش منه لعيب واحد. فطبعا كان مفروض ان انا كرابطه وكاتحاد كوره اراعي ان النادي الاهلي بيمثل مصر. ودايما لما كابتن الخطيب قال منتخب مصر اولا، وده كان بيعنيها، احنا في كاس عالم انديه يا نهاوند لو تفتكري الماتش بتاع مونتيري 14 لعيب، 14 لعيب امتى دي حصلت في تاريخ اي نادي؟ صح. وبعدين موسيماني يقعد شهرين اللعيبه ما شافهمش، في مدرب في الدنيا يقعد شهرين لعيبته ما بيشوفهمش. فطبعا كل الامور ديت ما هياش مبررات ولا دي حقائق، ما احناش بنجامل ولا احنا بنزين، لكن دي حقائق لازم كل واحد يبقى عارفها ومطمن ان ولادنا باذن الله تعالى الماتشات اللي جايه ان شاء الله. يعني هو الراجل برضه ادى يومين راحه، امبارح كان برضه نوع من الاستشفاء، لانه الراجل عارف مع جهازه ان في جهد بدني رهيب جدا اتعمل وجهد نفسي، فبيحصل نوع من انواع الاستشفاء البدني والنفسي، يقعد معاهم ويبتدي يديلهم جرعات من التفاؤل، جرعات من ننسى الماتش اللي فات. احنا ماتش سان داونز اللي هنا احنا مضيعين عدد رهيب جدا من الاجوال، نتيجه ايه؟ ان التركيز بيقل نتيجه الضغط البدني القوي. طب يا كابتن عادل، ده انا نفسي كاعلامي والله زهقت من كتر ما احنا بنطلع نتكلم عن الضغط البدني، الضغط البدني، الضغط الذهني. وبعدين يعني تاني اتكلمنا نفس الكلام ده الموسم اللي فات، واعتقد هنتكلم نفس الكلام الموسم اللي جاي. فطب وبعدين برضو خليني اخد من حضرتك كدلوقتي شخص وذو خبره كبيره جدا وشايف كمان حوالينا، لو هنبص على العالم، ولسه كنا انا وحضرتك بنتكلم في الفاصل، يعني ده برشلونه بيأجلوا له مباريات وفرق عظيمه جدا، وفي الدوري الانجليزي والدوري الاوروبي بيأجلوا لهم مباريات. ايه اللي بيحصل؟ يعني تاني ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل؟ هل احنا هنستمر بهذا الشكل؟ احنا قدمنا طلبات وقدمنا تظلمات وعملنا شكاوى وعملنا كل حاجه والوضع يبقى كما هو عليه. وبعدين نتفائل انه دلوقتي نتفائل ان في رابطه انديه وكلها ناس محترمين جدا. صحيح. جدا مع اتحاد كوره محترم جدا ما بقالوش شهرين، فنتفائل انه هيبتدي من الموسم الجديد يبقى فيه جدول منتظم ويبقى فيه ناس فنيين على اعلى مستوى يقولوا لهم يا اخوانا انت بتعمل دوري مقدس كده، ان اللعيب لازم ياخد شهر اجازه، مقدس، حاجه مقدسه ان انا اخد شهر اجازه، ما يطلعش بقى واحد يقول لك نعمل مجموعتين يعني وتبص تلاقيه لا ليه علاقه بالرياضه ولا ليه علاقه بالكوره، ويبتدي يعني عايز يغير شكل الدوري ويعمل اي حاجه واي نوع من التهريج للاسف. فانا دوله بحجم مصر يبقى الدوري بتاعي منتظم في جدول الناس عارفاه، بنسق مع الكاف ان انا المباريات بتاعتي تبقى في توقيتات والدوري بتاعي يبقى ماشي بانتظام بالظبط، يبقى اللعيب عارف والمدير الجهاز الفني. انت عارفه يا نهاوند في شغلنا اول الموسم ما بيبدا بيبقى عامل جدول
الجدول ده بديله الاحمال اللي انا باخدها من اول يوم لحد ما الدوري يخلص. ده المفروض فعلا. وبدي الاحمال دي كل ساعه هاخد الحمل ده. المباريات دي اقصى حمل، ثاني يوم بيبقى فيه كذا، في استشفاء كذا. الجدول ده بيبقى محطوط عندي في المكتب، بيبقى حاطه بحيث ان انا لا يمكن هغلط في الاحمال بتاعتي. لكن لما الاقي نفسي بيجي لي ماتشات ورا ماتشات ورا ماتشات، احط الجدول ده ازاي؟ يبقى انا ماشي عشوائي. عشوائي يعني ايه؟ هتلاقي اصابات طبعا، هتلاقي اجهاد، هتلاقي نتائج احيانا مش جيده. اللي بيعاني النادي الوحيد اللي بيعاني من الارهاق النادي الاهلي، نتيجه انه بيتعامل زيه زي اي نادي، ما بيتاجلوش ماتشات، وبعدين عنده كم من البطولات الى جانب كل لعيبته بتروح المنتخبات. صحيح. وبالتالي طبعا الامور دي كلها مفروض المسؤولين عن الكوره في مصر في الفتره اللي جايه ان شاء الله، الرابطه مع الاتحاد الكوره يحدثوا تغيير بقى على الارض، يعملوا تغيير بحيث ان احنا نقدر اللعيبه تقدر انها تادي. صحيح. سواء للمنتخب او لامتاع الجمهور. كويس جدا. هو فاضل 3 دقايق كابتن عادل، وطبعا مش هينفع ان انا اختم حضرتك قبل ما نتكلم عن يعني منتخب مصر والسنغال ومباراتين في غايه الاهميه، ولكن انا هقول ان اللي في مصر ربما هي الاهم، ده بوجهه نظري، حضرتك تصلح لي، لان انا عايز احسن من هنا. في نفس الوقت الظروف كلها يعني معايا، في نفس الوقت برضو انت معاك 60,000 مشجع، في نفس الوقت برضو انت عندك الخبره اللي تمكنك من انهاء المباراه في الدقائق الاولى او في الشوط الاول ان صح التعبير، كمان عندك 9 محترفين اوريدي دلوقتي كمان انضموا خلاص للمعسكر، فانت عندك كل حاجه محتاجها لو هتتفق معايا برضو كابتن. أيوة. عادل. اتفضل. هو اللي انا بتمناه الماتشين اللي جايين الراجل ما يلعبش في التشكيل، يعني زي ما ختم في افريقيا ما يلعبش بقى، يلاقي مثلا مصطفى محمد بيلعب من جرايت ومحمد صلاح، الحاجات اللي شفناها في الاول دي، الحاجات اللي شفناها في الاول. يبقى التشكيل وما يعني ما يسمعش للاراء اللي بتقول له بقى العب بفلان وهات فلان، ويعني هو التشكيل بتاعك انت ختمت بيه في كاس العالم في امم افريقيا الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين نفس التشكيل ده انت بتلعب بيه، في انسجام، في رؤيه، كل واحد في مركزه. اذا انا بضيف الاضافه اللي انا بضيفها بيبقى راجل بديل وقريب جدا من الراجل اللي بيلعب. دي النصيحه الاولانيه. الحاجه الثانيه كنت اتمنى على كروش انه يعني يبقى ليه دخل مع الرابطه مع الاتحاد، لان انت الادوات اللي انت هتلعب بيها ماتشين السنغال الادوات دي مجهده، فانا هاخد لعيبه مجهده ليه؟ يبقى ليا راي فني يا اخوانا الماتش الفلاني ده ممكن احنا ناجله للاهلي وللزمالك والبيراميدز على اساس ان انا اللعيبه دول لما يجوا لي ما يبقوش مجهدين. وطبعا الكلام ده ما حصلش. المفروض المدير الفني يبقى ليه رؤيه، زي ما كابتن جوري في سنه 90 قبل ما نروح كاس عالم في فترات كان الدوري بيقف واحيانا قعد شهرين ما فيش دوري علشان ان هو بيعمل ماتشات وديه قويه جدا. أيوه. علشان يلعب في كاس العالم ونجحنا وظهرنا بمظهر مشرف. برضو المدير الفني كنت اتمنى ان هو يتدخل في الحته ديت، لكن انا برضو كلنا تفاؤل ان شاء الله ان اولادنا باذن الله تعالى يفرحونا يوم الجمعه الاول، ثم ان شاء الله في ماتشين السنغال مع وجود الجماهير مع توفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا مع اولادنا اللي موجودين ان شاء الله يبذلوا كل الجهد مع تدارك للاخطاء السابقه والعقبات السابقه. برضو اعتقد دي مهمه جدا ان هي يتم وضعها في الحسبان ان شاء الله. نأدي الاداء المشرف، الاداء اللي احنا منتظرينه من اللعيبه كلنا كجماهير. احنا في نقطه ثانيه، في نقطه ثانيه، هو الماتش الاولاني والماتش الثاني، لان احنا اولادنا احنا شفناهم بيلعبوا مع الكاميرون في الكاميرون، هل في كان احنا ما فيش مشكله عندنا، لان احنا الملعب بالنسبه لي هو الوطن بتاعي، حتى لو الجمهور مش معايا انما انا ببقى في عمليه تركيز. أيوة. ان انا كل تفكيري في خطه اللعب ان انا بلعب بيها، ده المفروض طبعا، وكل تركيزي. فانا الماتشين مهمين جدا، الماتش اللي هنا والماتش اللي هناك ان شاء الله حصيلتهم ان احنا نوصل لقطر.
هو ده بقى، هو ده كابتن عادل نورتنا والله بجد. انا سعيده دايما بكون سعيده اكيد انا وكريم، يعني حضرتك تنورنا. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع بقى مع الفقره الاخيره. زي ما كنت بنوه في بدايه الحلقه هنتكلم عن تكوين العظام، اعتقد ملف في غايه الاهميه. زي ما كنت برضو بقول المشكله دي بيعاني منها كل الاعمار، مش بس الاعمار الكبيره في السن. للاسف الشديد كل ما السنين بتعدي بتحس ان في حاجه غلط، مفيش بركه. برضو تتفق معايا ولا لا كابتن عادل؟ انتوا صحتكم زمان كانت احسن مننا في سننا، صح؟ الاكل كان الاكل كان مختلف. في حاجه والله دلوقتي الاطفال بقى عندهم مشاكل في العظم وحاجات غريبه جدا بنشوفها. يعني ربنا يستر على اللي جاي. هنروح فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم في الفقرة الطبية اللي يعني بتكون معانا كل أسبوع، وكل أسبوع بيكون موضوع مختلف. النهاردة هنتكلم عن موضوع أو مشكلة العظام، المشكلة اللي أعتقد كومن عند ناس كتيرة جدا، وممكن إن احنا نقبلها لما نيجي نسمعها من أشخاص يمكن كبار شوية في السن. لكن الغريب لما تيجي تسمع إن شباب وشباب صغيرين كمان يعني في سن مبكر يجي يشتكوا من مشاكل في العظام، تيجي تلاقي في الاخر ان في يعني علامات استفهام. طب هو ده بيحصل ليه اصلا؟ طب هل ده راجع لمشكله مثلا في الشخص ده تحديدا او في فئات معينه من الشباب، ولا القصه عامه؟ واسباب ده ايه ونتائج ده ايه وازاي نعالج ده؟ كالعاده هنعرف كل يعني الاجابات على هذه التساؤلات من دكتور دينا ابو سعود اللي بتنورنا. يعني زي ما حضراتكم عارفين بونجور جدا مره ثانيه. بونجور بونجور. ملف مهم. وفعلا انا مستغربه شخصيا لما اجي اتكلم عن مشاكل في العظام. احنا كنا زمان واحنا صغيرين نعرف ان الموضوع ده بيصيب كبار السن اللي هو جدودنا، ونشوف الناس الكبيره ما تيجي تقعد تقف تتحرك كتير يقول لك ظهري ساعدني سندني. لكن شباب صغير وبيشتكي، وزي ما كنت بتكلم فئات مختلفة، مش يعني حالات نادرة، لا موجودة طبعا. راجع لإيه؟ راجع طبعا راجع لحاجات كتيرة جدا جدا جدا. أولا نمط حياتنا أكيد، يعني الشباب اللي بيشتكي من مشاكل في العظم وعظمه بيوجعه نتيجة حاجات كتيرة جدا. أولا نقص الكالسيوم، ما بياكلش الأكل اللي فيه كالسيوم، نقص فيتامين د. ليه فيتامين د؟ لان فيتامين د المفروض يبقى موجود اقل حاجه 30 المفروض، او هو اقل حاجه 20 بس انا بحب يخليه 30 و40، عشان فيتامين د هو اللي هيساعد ان الكالسيوم يدخل العظم. من غير فيتامين د مش الكالسيوم مش هيدخل. كثره المشروبات الافراط في المشروبات الغازيه، المشروبات الغازية نشربها. انا يعني ما بقتش احب احرم حد يعني من الحاجات اللي بيحبها، بس بالاعتدال بالقليل. المشروبات الغازيه فيها فوسفوريك اسيد، ده بيطرد لي الكالسيوم بره اصلا العظم. عندك كمان عدم الحركه، عدم الحركه دي مشكله شباب كتير، انه على طول قاعد عايز يريح. لا، هو وقت الشباب وقت الشغل والحركه والباور. فعدم الحركه دي مشكله. ممكن كمان اللي بيسوقوا مثلا مسافات طويله، او شغالين في مكاتب وقاعدين بالسبع ساعات، فتلاقي بقى يروح قاعد عامل يعني قاعد صح مريح. ده احنا في البرنامج بتلاقي غصب عنك لازم يعني القعده برضو بتبقى مش لازم سليمة. طول الوقت يعني من واحنا صغيرين نحاول نقعد فردين ظهرنا. كل الحاجات دي بتاثر اكيد. كثره الموالح او الملح الكتير في الاكل، طبعا الملح مهم، صوديوم مهم للقلب ومهم لحاجات كتير قوي، الكترايت مهم قوي، لكن كثرته بياكل كل حاجه كثرة منها طبعًا غير الصحية طبعًا تماما طبعًا يعني طبعًا. واكيد السكر لو عالي نسبته، انت عارفه لو اول ما السكر بيعلى بيعمل لي مشاكل في الاوعيه الدمويه. فالاوعيه الدمويه لو ضيقت عندي الدم مش هيخش العظم. الدم هو اللي بيحمل، زي ما انا قلت الدم هو التاكسي او وسيله المواصلات، هو اللي بيحمل الكالسيوم وفيتامين د، وعلى فكره فيتامين سي مهم عشان الكولاجين. فلو الاوعيه الدمويه ضيقت الدم مش هيخش يغذي العظم، فبيحصل مشاكل في العظم. العظم مهم قوي ان احنا نعرف نصلب طولنا، يعني نعرف نروح. حلو المصطلح ده، نصلب بالظبط. لان لو احنا وقعنا محدش هيشيلنا الحقيقه. فلازم احنا طول الوقت نهتم بصحتنا ونهتم بعظامنا وحتى اسناننا. يعني لو عندي مشاكل في الكالسيوم هتلاقي السنان فيها مشاكل، هتلاقي الضوافر فيها مشاكل، حاجات كتيره جدا. صح. طيب لو اتكلمنا بقى عن الفيتامينز، يعني بجانب القعده السليمه والتغذيه السليمه والكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده،
الفيتامينز اللي احنا محتاجينها علشان العظام وتحديدا لفئه اللي هم الشباب الصغير، ايه هي تحديدا ومتوفره ازاي في قلب مالتي بي؟ كالسيوم، كالسيوم ثم كالسيوم ثم كالسيوم. المفروض ان البني ادم الطبيعي بياخد انتيك للكالسيوم 1000 ميلي جرام. انا عندي داخل قلب مالتي بيت 70، عشان كده بقول انا ما بقلقش من نسبه الكالسيوم. لو انا اخدت قلب مالتي فيت مثلا، من الاسئله اللي وارده، اخده كام شهر واستنى كام شهر؟ ايوه اخده شهر واستنى شهر واخده شهر؟ لا، هو اوريدي الكالسيوم عندي 70 بس، فاقدر اخده لايف ستايل كداعم لتكوين خلايا العظم، ك للقوه بتاعت عظامنا، فما عنديش مشكله ان انا اخد قلب مالتي فيت. ومع الكالسيوم اكيد بعمل مونيتور لفيتامين د، يعني كمان لازم اقعد في الشمس على الاقل نص ساعه في اليوم، بس ابقى حاطه الواقي الشمس بتاعي او تلت ساعه في اليوم عشان اعرف ان جسمي ولت لي فيتامين د مع الكالسيوم، لان الكالسيوم فيتامين د بيساعد على دخوله في العظام. طب لو احنا اتكلمنا ان شخص مثلا، لو انا هقول يعني مثال، هندي مثال، شخص ما بيقدرش ان هو يتعرض للشمس، وفي نفس الوقت اللايف ستايل بتاعه مش قد كده ان هو قادر ياكل ويتغذى تغذيه سليمه، لان احنا لازم نكلم كل واحد بظروفه يا دكتور دينا، يعني مش طبعا الناس كلها ظروفها فعلا متاحه ان هي تاخد بالها اصلا من صحتها. صح. فاحنا بنحاول نوصل لابعد الحدود، اللي هو الناس اللي ما عندهاش لا وقت ومهمله وحتى امكانياتها لا تسمح، الكلام ده كله ان انا اوصل لهم في الاول وفي الاخر نصيحه، ونصيحه كمان توصل في الاخر ان هو تفيده. فانا الناس دي لما اجي اتكلم معاها اقول لها ايه؟ يعني اجي هنا اقول قلب مالتي فيت ممكن يكون كافي ان هو يعزز العظام عند الاشخاص دي، وبالذات لو هتكلم عن الشباب، ولا الوضع مش كافي؟ قلب مالتي فيت كافي انه يعزز العظام مع فيتامين د من الشمس. مهم فيتامين د، ويعني اللي ما عندوش قدره مثلا لاي سبب بياخد سبلمنت فيه فيتامين د لغايه ما بيوصل لغايه ما بيوصل للليفل المظبوط، عشان ده لازم مع ده. قلب مالتي فيت فيه داعم للعظام لانه بيحتوي على الكالسيوم وبيحتوي على فيتامين سي. فيتامين سي بيعزز لي بروتين الكولاجين. الكولاجين مهم لعظمنا جدا جدا جدا. مهم لغضاريفنا كلنا، فكمان كالسيوم مع كولاجين، واتعرض للشمس زي ما انا قلت عشان الجسم ينتج فيتامين د. لو لقيت عندي ناقص باخد سبلمنت فيه فيتامين د لغايه ما يوصل بس للحد المطلوب، وخلاص ما بكملش فيه. عشان برضو الناس تبقى فاهمه فكره هنا اتعرض للشمس، ان انت مش لازم تقعد تاخد تان، يعني مش ده المقصود خالص. يعني الناس تقول لك وانا عندي وقت، مش قصه اقعد اخد تان، القصه ان انت تتعرض حتى لو هتقف في الشارع شويه، في الشمس شويه، في البلكونه اقصد يعني. فكل دي، ومش لازم تبقى مثلا يعني هل لازم يبقى الشخص لابس نص كم، ولا القصه مالهاش علاقه برضو بالملابس؟ دي نقطه احب اعرفها منك. بيبقى لابس عادي النص كم عادي جدا. وعلى فكره موضوع البلكونه ده مهم جدا، لان انا مره لقيت اختي كل يوم تصحى الصبح، فعلا والله العظيم فكرتيها، عشان كده بضحك، انت كل يوم الصبح بتصحي تقعد في البلكونه، وقالت لي فيتامين د عندي ناقص. فكانت على طول بتبقى لابسه التيشيرت بتاعتها وقاعده. هي اختك دكتوره برضو ولا؟ اختي اعلاميه. اعلاميه. أيوة. بس معلوماتها ايوه. لا هي مثقفه جدا جدا، يعني بتفهم في كل حاجه الحقيقه اختي يعني. فلقيتها بتقول لي انا عندي نقص في فيتامين د، مهم ان انا اعمل تشيك اب دوري. دي نقطه فعلا. لا مهم ان بتغيب أنا عن ثقافتنا شويه جدا. خلينا نبقى صراحه جدا، يعني ما بحبش اطلع اتكلم دايما بفكره هنا ان احنا نجمل. احنا عندنا ثقافه وعندنا مشكله ان احنا فعلا مش بنهتم بالنقطه دي. احنا بنهتم بيها بعد لما بندرك ان احنا عندنا مرض. أيوة. يعني بالعكس، احنا لو عملنا تشيك اب وقدرنا ان احنا نكتشف بدري ممكن يساعد جدا في فكره الشفاء. كلامك صح. انا هوند 100% على طول بقول الوقايه خير من العلاج. انا بعمل تشيك اب مش لازم ادخل في المطب وابتدي اعالج. أيوة. انا بعمل تشيك اب دوري. التشيك اب اللي محتاجينه ممكن صوره الدم مره كل 6 شهور، انزيمات كبد وكلى مره كل سنه عشان اطمن ان الاعضاء بتاعتي سليمه، والتشيك اب الدوري للسيدات اللي فوق ال 40 عشان الكشف المبكر اكيد حياه، انقاذ لحياه يعني. طبعا قلب مالتي فيت داعم جدا للعظم، ومش بس العظم يا نهاوند، يعني انا عندي حاجات كتيره جدا قلب مالتي فيت بيشتغل عليها. المناعه، النشاط اللي احنا محتاجينها كلنا في الفتره الكارثيه دي تحديدا. النشاط اللي احنا على طول مكسلين، لا المفروض ان يبقى طول الوقت عندنا الباور عشان نعرف نحقق اهدافنا. والحلو فيه يعني احنا مثلا كستات بنشتغل، لما بنيجي بنروح بنقعد نفكر احنا عملنا ايه في اليوم، انجزنا، بنام مرتاحه. لو انا عديت اليوم قاعده في البيت ما بعملش حاجه، فعلا انا ما عملتش حاجه في اليوم ده،
ليه؟ واللي بيروح ما بيرجعش، فلازم فلازم اعرف ادير طاقتي. ألب مالتي فيت داعم جدا للتمثيل الغذائي وبالتالي داعم جدا للنشاط. ألب مالتي فيت بيقوي كضد الاكسده، زي ما قلت لك ان الاكسده بتحصل من حاجات كتير، الاكل مش صحي، الدهون الغير صحيه، التدخين، بالظبط اللايف ستايل، كل الحاجات دي بتعمل على الاكسده. فانا لازم ادعم بمضاد اكسده، وده بيتحقق بالب مالتي فيت لاحتواءه على فيتامين اي واحتواء على فيتامين سي المضادين للاكسده. كويس جدا. والنقطه تاني اللي دكتور دينا اتكلمت فيها، فكره هنا الكسل او هذا الملف ده بجد مش حاجه عاديه، لان على فكره قلتي حاجه مهمه قوي، اللي بيروح ما بيرجعش تاني. لما انت تبقى بتعاني من الكسل والخمول وبايام وعلى فترات مستمره، تيجي بعد كده تقول مش مهمه هي راحه، لا هي القصه مش كده، القصه مش راحه، القصه ان انت الكسل اللي عندك ده مش بعد كده بيفيد جسمك، هو كسل بيجيب كسل، خمول بيجيب خمول، بيضيع على حياتك فرص كتيره طبعا. جدا في الحياه. فعالج نفسك زي ما بتقال كده، انت بتزرع من البدايه خالص، من وقت ما بتحط السيد في التربه، فكره اهتمامك بنفسك، يعني التحاليل اللي بتعملها توصل للمكمل الغذائي اللي بيديك بقى الصوره الحلوه في الاخر اللي صح. احنا كلنا محتاجينها ولا غنى عنها في الاول وفي الاخر صح. يعني نروح لاسئله المشاهدين، لان برضو يعني زي ما احنا كنا بنتكلم اسئله حضراتكم بتبقى في غايه الاهميه وبتبقى مختلفه، فاكيد بنحاول نلم كل حاجه يعني مطروحه. ريحانه او ريحانه عبد المجيد بتقول صباح الخير، كنت عاوزه اسال دكتور دينا على رائحه العرق الكريهه والنفاذه، ليها علاقه بنقص الفيتامينات ولا لا؟ ده سؤال حلو على فكره. جدا. احيانا بتبقى رائحه العرق الكريهه نقص في التمثيل الغذائي، نقص في عمليه الايض، الميتابوليزم، لو الميتابوليزم لو انا ما بحرقش والميتابوليزم شغال كويس، ده بيعمل لي تراكم للسموم والفضلات. قلت قبل كده ان التمثيل الغذائي من اهم فوائده انه بيذل السموم والفضلات من الجسم، فممكن يكون عندها نقص فيتامين بي كومبلكس بجميع انواعه، الكوبالامين مهم للتمثيل الغذائي، الثيامين، النياسين، البيوتين، الفوليك اسيد، كل دول بيحولوا لي الاكل طاقه وبيدعم لي سرعه الايض جدا، فلو دعمت سرعه الايض وقتها بتطرد السموم، مش هيبقى عندها رائحه كريهه. اقول ريحانه تقدر تستخدم ألب مالتي فيت، هو كفايه قوي قرص واحد في اليوم، ما نكترش عن كده، بعد الفطار بساعة على كوباية مية كبيرة، لأن معظمه ووتر سوليبل، زائب في الماء، يعني الإكسيد حتى بينزل في البول ما بيتخزنش في الخلايا. كويس جدا. طيب رباب عصام بتقول أعرف إزاي دي بعاني من الأنيميا، يعني إيه الأعراض وهل في تحاليل مثلا معينة أعملها، وإزاي أقي نفسي من الإصابة بالأنيميا، وجزيل الشكر. اعرف ان انا ممكن اكون عندي انيميا من، لو هتكلم على اللي انا بحس بيه، تعب دائم، تعب حتى انا مش مثلا في جيم ولا حاجه فراجعه تعبانه، لا هو انا تعبانه من وانا صاحيه من النوم قاعده على التلفزيون، انا حاسه بتعب. صحيح، ناس كتير بتعاني من ده فعلا، التعب، الارهاق، ممكن ضربات التاكيكارديا، ضربات القلب العاليه، ممكن ضيق التنفس، الم في الصدر، الشعر اللي بيقع، الوش الشاحب المصفر، الايد والرجل اللي على طول باردين ومنملين، دول ممكن يكونوا اعراض نقص الحديد وفيتامين بي 12 الاثنين مع بعض، يعني ده مهم. التحاليل السي بي سي اكيد هي اللي بتبين لي، اللي هو كومبليت بلاد بيكتشر، بيبين لي الهيموجلوبين عند الست المفروض ما يقلش عن 12 ونص او 12، عند الراجل بنسيب له واحد يعني بيبقى 13، لان الست انت عارفه وقت الدوره الشهريه بتفقد دم يعني، فلازم تعمل تحليل السي بي سي، تتاكد من الهيموجلوبين وتتاكد من نسبه الحديد، والدعم بألب مالتي فيت اللي بيدعم كرات الدم الحمراء لاحتواء على كوبالامين. موضوع الانيميا كمان يا دكتور او تصححي لي، ملوش علاقه بالوزن، يعني في ناس تخينه وعندها انيميا، طب هو ده ازاي برضه؟ بياكلوا الاكل المش صحي اللي بيتخن والحديد عندهم ما بياكلوش اكل فيه حديد، والحديد ما بيمتصش، يعني حتى لو بياكلوا اكل فيه حديد المعده مش بتمتصه، بيسموه المعدن الملك، مش صعب الامتصاص، الحديد بيحب الزنك وفيتامين سي الاثنين بيساعدوا على الامتصاص، وده داخل ألب مالتي فيت، فموضوع التخن والخسسان مش علاقه بالانيميا اطلاقا. بالظبط اطلاقا، يعني كل اللي انت عايزه بس كل اكل صحي، عشان في الاول وفي الاخر انت بيتحسب عليك الاكل اللي بتاكله، فكل اكل صحي بدل ما تقعد تاكل 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 اكل ياثر على الشكل العام ولكن من الداخل كارثي، يعني طبعا. احنا في غنى عن ده فعلا. محمد إبراهيم بيقول أنا بحس من وقت للتاني واخز في صوابع إيدي وكمان بتنمل كتير، فده سببه إيه؟ طبعا هو أول حاجة لازم يعمل تحليل السكر التراكمي، أهم حاجة التراكمي، بس عندي الصايم العشوائي، لو ويتأكد إن نسبة السكر كويسة في الدم،
ممكن يبقى بعد كده نقص في فيتامين بي، لان فيتامين بي داعم جدا للاعصاب، كل مشتقات فيتامين بي، مش هتكلم على فيتامين بي معين، داعم جدا للاعصاب. يقدر لما يتاكد ويطمن على صحته ويطمن على نسبه السكر في الدم وانه مش محتاج لدكتور، يقدر يجرب الب مالتي فيت معانا في خلال اسبوعين، هيلاقي ان الدنيا معاه اتحسنت جدا ان شاء الله. طيب ايه التحاليل اصلا اللي انا المفروض اعملها علشان اعرف انا عظامي جيده مش جيده؟ وهل لازم الواحد يعاني من الم في العظام عشان يبقى عنده او يعرف انه عنده مشكله؟ ولا القصه برضو ممكن في امراض كده بتبقى مفاجآت، تروحي تعملي التحليل او الاشعه تتفاجئي سبحان الله. هل العظام محتاج تحاليل معينه؟ وايه اللي اصلا يعني ايه اللي انا اقدر اعرف بيه ان انا عندي مشكله؟ تحاليل العظام بنعمل تحليل كالسيوم، بنعمل كالسيوم مهم قوي، تحليل الكالسيوم ومهم مع تحليل فيتامين د جدا، الاثنين دول مهمين جدا مع بعض. لو لقينا نقص في الكالسيوم، نقص رهيب يعني، لو نقص شديد بتقدر تستشير الدكتور تقول له مثلا الب مالتي فيت عندي 70، ممكن مثلا يقول لها انت محتاجه مع الب مالتي فيت نسبه كالسيوم اعلى، بس ما حدش ياخد نسبه كالسيوم اعلى غير بعد التحليل. اوكي دي نقطة مهمة. ده مهم، محدش ياخد اكسترا كالسيوم غير بعد التحليل. الدكتور ممكن يمشيها على نسبة عالية جدا من الكالسيوم زي ما هو بيشوف شهر شهرين، وبعد كده بتمشي لايف ستايل على الب مالتي فيت كداعم. فمهم ان انا اعمل تحليل الكالسيوم وفيتامين د معايا، مهم جدا. طب هو لو انا بتكلم دلوقتي يعني في الاعراض في العموم، يعني انا مثلا ولد عنده 12 سنه، عنده 16 سنه، يعني اللي هم التينيجرز، وشخص هقارنه بمثلا فوق الستين، معلش ايه اسباب هنا النقص او مشاكل العظام، وايه اسباب هنا نقص او مشاكل العظام؟ يعني قارني لي كده بين السن الكبير هو وصغر كل السن. ما البني ادم بيكبر كتله العظم دي يعني الطبيعه البشريه دي الطبيعه البشريه ان كتله العظم عندي بتقل، فطبيعي ان اللي بيكبر في السن العظم بتاعه بيحصل له اكيد مشاكل. الصغيرين ممكن زي ما انا قلت سوء التغذيه، التدخين على فكره مشكله كبيره، بتلاقي عيال بيدخنوا، دي كارثه كارثه فعلا. برضو التدخين بيأثر، المشروبات الغازيه، الاملاح. بس عايزه اقول على حاجه، مش كل مشاكل العظم، يعني انا عندي مشاكل عظم من كساح، من لين عظام، من حاجات كتير، بس انا عندي مشاكل عظم تانية محتاجه دكتور يا جماعه. زي ايه بقى؟ زي الروماتويد او التهاب المفاصل الروماتويدي، دي بتبقى مشكله مناعيه، ان المناعه بتهاجم العظم بتاعي، وقتها لازم الجا لطبيب مناعه فورا. فلازم الناس تبقى فاهمه ان في فرق بين نقص الكالسيوم وفي فرق بين الروماتويد او الالتهاب المفاصل الروماتويدي. احيانا اليوريك اسيد النقرس، اليوريك اسيد لما بيعلى في الدم بيعمل لي مشاكل في العظم، فلازم برضو اعرف اليوريك اسيد نسبته ايه، يعني مش 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 كل حاجه نقص كذا، يعني انا عندي زي ما انا قلت لك مشاكل مناعيه لازم الجا للطبيب لو انا عندي التهاب مفصل ريماتويدي اكيد. اوكي اكيد. طيب الناس اللي هي بتشتغل كيعني سواقين، دول برضو اللي هم بيقودوا السيارة بشكل يعني طويل جدا، أو حتى الأشخاص اللي بتشتغل عادي بس بتسوق سيارتها لمسافات طويلة، في ناس على فكرة بتشتغل في محافظات وبتيجي للقاهرة، فمعلش برضو الناس دي بتعاني أكيد من العمود الفقري مشاكل طبعاً. يعني فبرضو ننصحهم بإيه، نقول لهم إيه؟ ده بيعانوا من موضوع العمود الفقري وعايزين يركزوا كمان، يعني عايزين التركيز، وبيعانوا لو عندهم خمول وكسل وبيمشوا بالساعات دي، ده كل حاجة بقى متجمعة في المثال ده. لا بنصحهم أكيد هذه الفئه، اكيد بنصحهم بالب مالتي فيت. اولا السعر هيبقى مناسب جدا، لان ممكن يسالك ايه مثلا المرتب بتاعي لو اخذت منه كذا كل شهر، لا ده السعر تحفه، ما عنديش اي والله احنا عايزين السعر. نقوله بس يعني لولا انه ما ينفعش. ايوه بس السعر فعلا يعني حتى محدود الدخل يقدر يجيبوه. بالظبط بالظبط. وكبسوله واحده هيدعمه كمناعه، هيدعمه كقوه، كصحه عظم، كمضاد أكسدة. بكبسولة واحدة هياخد فيتامين سي، وهياخد زنك، وهياخد نحاس، وهياخد فيتامين بي كومبلكس، وهياخد كالسيوم، فهيبقى داعم ليهم جدا. هياخد كبسولة بعد الفطار بساعة على كوباية مية كبيرة، وهيلاقي ان العظم بتاعه لو عنده مشكلة في الكالسيوم او نقص الكالسيوم هيتحسن، التركيز، القوة بتاعته، المناعة بتاعته، النشاط والمزاج، المود بتاعه هيبقى احسن. صحيح. والناس اللي بتسافر برضو مسافات طويلة جدا في الطيارة برضو بتبقى كارثية، لو حد مسافر مثلا من القاهرة لنيويورك
12 ساعة بتبقى مؤلمة يعني. أيوة صح. وأمثلة كتيرة جدا. نحاول على قد ما نقدر نحافظ على نفسنا، ويعني زي ما بيتقال كده نصلح اللي ما يمكن إصلاحه. صح. يعني لأن الموضوع لازم بيبدأ من الثقافة من البداية. إحنا من وإحنا صغيرين لازم الأهالي يعلموا الأطفال يقعدوا إزاي. إحنا دلوقتي بنشوف يعني، أنا مش عارفة والله هل ده أكيد في كل بيت بيبقوا ماسكين التليفون وتانيين ظهرهم تانية غريبة جدا، درجة إن الدم ممكن ينزل في يعني لا حاجات أو بوزيشنز في القعدة بشع أو كارثي من الصغر. فلازم نخلي بالنا علشان ده بنبني إحنا. أنا بحس جسم الإنسان بيبني، الواحد بيبني دايما السنين عمره يعني صحته، فمفيش داعي. صح. أبدا. دكتور دينا نورتينا مره ثانيه. لسه مواضيعنا ما خلصتش وملفاتنا لسه كتيره جدا على مدار ان شاء الله الاسابيع والحلقات القادمه هنتكلم فيها كلها مع دكتور دينا. وبرده بفكر حضراتكم اسئلتكم مهمه جدا، ابعتوا لنا واحنا كل الاسئله ان شاء الله هنقدر نجاوب عليها على الهواء مباشره مع دكتور دينا ابو السعود. حلقه كده خلصت.